ناس أصلاً معنا متخصصة بتدعمنا في الزراعة، وكمان هي خبرة أو نوع جديد أول مرة أندمج فيه كمحاسبة لمجال زراعي. كان معاملات جديدة، ناس جديدة، مهام جديدة صارت، خبرة جديدة أول مرة، أراضي، أنواع نباتات، أنواع أسمدة، أنواع مواد عضوية. طبعاً هي كان من أحد أهداف المبادرة كانت هي دمج الشباب في الأرض وربطهم بالأرض، خصوصاً إحنا في وضعنا هذا الشباب اللي بتبعد عن الأرض، اللي بتهاجر بتدور على فرصة، لأنه إحنا الأرض ممكن تعطينا إمكانيات هائلة لها الزراعة، بس إحنا نقدر نتعامل معها وإحنا نجرب فيها ونخوض فيها. تحتاج دعم طبعاً هي من الناس حوالينا، بس هي أول بدها خطوة وإحنا نمشي فيها. مصطلح العودة للأرض روتنا إنه إحنا عشان نشجع الشباب إنها تنظر للكنز الموجود في الأرض، خصوصاً إنه إحنا أكيد زي ما الكل بيعرف مناخ فلسطين مناخ معتدل بتيح تربة خصبة لزراعة جميع أنواع المحاصيل. بالتالي فكرة المبادرة إجت إنه إحنا كان عندنا ارتفاع مخيف جداً في نسبة أمراض السرطان. في آخر إحصائية لوزارة الصحة في شهر 5/2020 كان عندنا متوسط ما بين 120 ل 130 حالة شهرياً. هاي الأرقام خلتنا ناخد وقفة نشوف إيش أسباب الارتفاع المخيف في هاي الإصابات. أحد أهم الأسباب كان الاستخدام المفرط من المزارعين للأسمدة الكيماوية. بالتالي صرنا نفكر ببديل للحد من هاي المشكلة، والبديل كان إنه إحنا كيف نعزز مفهوم الزراعة العضوية. الزراعة العضوية اللي هي زراعة محاصيل بدون استخدام أي أسمدة أو مبيدات كيماوية. طبعا زي ما أنتم شايفين أنا الأرض فيها محاصيل متنوعة ما بين فول ما بين كرافس ما بين خس وفجل. الزراعة العضوية أحد معاييرها أنك أنت تنوع في الزراعة الموجودة. مثلا عندنا بين المحاصيل موجود فول، الفول بيعمل على تعزيز النيتروجين في التربة. بالتالي شيء مهم أنه احنا نوعنا في المحاصيل الموجودة. المنتج تبعنا بيكون عبارة عن باكيج بنزل في السوق بالدلتا في صحن موجود فيه الخس والفجل والكرافس، بنباع باكيج كامل زي هيك طبعا على شعار الفريق، وأن المنتج هذا عضو 100% وصحة 100%. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saat ini saya sedang berada di kota Gaza atau Gaza City, di mana di tengah-tengah perkebunan sayur ini adalah salah satu inovasi atau program dari para sarjana lulusan dari Universitas Palestina di kota Gaza. Dan ini adalah pertengahan akhir tahun 2020, di mana sangat terkenal, di mana Palestina adalah sebuah tanah yang sangat subur jika terjadi pada musim dingin. Salah satunya adalah sayur kol dan juga bunga kol. Tentunya para sarjana di Palestina sangat menantikan dukungan dari masyarakat Indonesia, seluruh elemen di mana mereka bisa berinovasi di bawah penjajahan yang sudah lebih dari 90 tahun. Dan blokade atas Gaza pun sudah berlangsung lebih dari 14 tahun. Tentunya doa dan dukungan dari masyarakat Indonesia, khususnya Muslim Indonesia, sangat dinantikan atau sangat bermanfaat bagi generasi Palestina yang mereka tetap berkarya dikala terjajah. Tentunya dari Abdillah Onim, Nusantara Palestina Center di kota Gaza. Terima kasih.